وليلاهم حديث من نقرأ بالصعات لي عن أنس بن مالك بورط حديث لي أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم متى الساعة؟ قال وما عددت لها. قال لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله. قال أنت مع من أحببت. قال أنس فما فرحنا بشيء فرحا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. قال أنس فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم بحب إياهم. رواه البخاري ومسلم. أنس بن مالك بورد حديث لي نبياتنا عليه الصلاة والسلام تتأيقوا عند صوت أيق أتشو من على أتشو متى الساعة على أتشو قيامك أن مشنو على أتشو قيامك أن مشنو على أتشو وندمو تشي نها توتشي متشي مقيامة سيبال قالوا أتقري على هونو በጣም ብዙ መከራ ያለበትና ጥሩ ስራ ካልተሰራ ውርደት ምንከናነበት ነው ቂያማ አላህን የፈሩ ሰዎች ጥሩ የሰሩ ሰዎች ጥሩ ስራ የሚያገኙበት ጀነት የሚጎናጸፉበት ሲሆን ካላህ መንገድ ይራቁ ሰዎች አላህን በዱንያ ላይ ያልተገዙ ሰዎች በአላህ ዲን ላይ ሲያሾፉ ሲቀልዱ የነበሩ ሰዎች ነገ ደግሞ አላህ እዛ ሜዳ ላይ አላህ አይቷቸው ودا الزغاجو قطعة ميوس دباتشو عقرنو لنقرو يهسوي كياما مشنو سيلاتشو نبياتشن صلى الله عليه وسلم اتشي كياما بزوت روس راس فلقاتال اتشي كياما بزو خير سراس فلقاتال وداو يساتشو تقياك امن نبارك انون كمن نقري لك وما عادت تلهاني علوت منها الزغاج تهلاتال بمن ترو سرا تزغيتها لك سو يوب سلازي نغر بيمطيق بسات ترو نغر ياسفلغهال ترو سرا ياسفلغهال انا من تزغيتها بلوس تيقوت مناله لا شيء انالاتشو منم نغر يلني مالاتشو بمنم نغر ال تزغاجو مالاتشو بيلا بكل لاي اندهم منم متتمامن بسلاتم يلنيم صومم يلنيم خير سرا يلنيم نغر كن الله انا ملائكتهون اطبق يودالو علاتشو سبحان الله الله أن رسولن بتأمت بك يود الله لكم قال يساتشو ملس من نبر أنت مع من أحببته سبحان الله أبشر أنت نجا أنت كود الكوسون هالوت إهين الحديث يوروت عن أنس بن مالك فما فرحنا بشيء فرحا بقوله النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببته የዛሽ ቀን ተደስተን አናውቅም አሉ በነብያችን ንግግር አንተ ቂያማ ቀን ከወደድከው ጋር ነህ በሚሉት ንግግር ተደስተን አናውቅም በጣም ነው የተደሰተነው በዚህ ንግግራቸው ነው አሉ ለምን አነስ ኢብኑ ማሊክ ምን አሉ فانا احب النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر እኔ አላህን ነብዩን አቡ በክርን ዑመርን ወዳለው وارجو ان اكون معهم بحب اياهم الله دمو بوديتاي كنسو ندي ادرغن اما صنوا الله عليه انغدي يه صحابي يودداتشو سوت لدين يلفو سوت لدين بزو اسواصو يدرغو سوتن نو انذي سوت دمو سراتشو لا عشر المبشرين بالجنه وابو بكر وعمر انسو نودالو عليه انسون بمودادو الله نغي قيامه كن يزغاجلت ጀናን ነው ማለት ነው ስለዚህ ወንድሞቼ ውዴታ ምን ያህል ደረጃ እንዳለው ነው ኢስላማዊ ወንድማማችነት ለአላህ ብሎ መዋደድ ምን ያህል ደረጃ እንዳለው ሚነግረን ነው ወደ ሌላው ደግሞ سنመጣ وخرج احمد باسناده عن معاذ بن انس رضي الله عنه قال انه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ان افضل الايمان قال ان تحب لله وتبغض لله وتعمل لسانك في ذكر الله قالوا وماذا يا رسول الله قال أن تحب للناس ما تحب لنفسك وتكره لهم ما تكره لنفسك سبحان الله عهنم نبياتين تتأيكو كإيمانه لا تلك درجة لو من دنو تبلو تتأيكو كإيمانه لا تلك درجة لو من دنو علوم لأ الله بلو مودد نو سونا علوم
لالله بلو مواددن والو وتبغض لله ستطلعو ما عندن سو لالله بله مطلات سو يون بمتودو ساعات لالله بله مودد ستطلعو لالله بله مطلات وتعمل لسانك في ذكر الله ملاسك ندمو بذكر الله ما شغلنا ملاسك ذكر الله اللهن مذكر ذكر ما بذات يهراسو كإيمان كفلنا والو قال وماذا يا رسول الله انديثنا ويهنا قرال واتشو أن تحب للناس ما تحبك لنفسك يهي أنت متودو النقر لله بلا مولد مالت أنت متودو النقر لمسلم واندم بالنهاتك أنت يوددك النقر لنسو ما سودد لأنت دمو لنفسي يتألها النقر لنسو ما تلات يهي لا الله بلا ودنا تشوال مالتنا إنيام نودون خير النقر نودالن صلاة مسجد نودالن حج مدرج نودالن ذكر مذكر نودالن ما شاء الله بزو سراوچ مسرات نودالن يهنن يوددنون نغر دمونيا لليلو مسلم وندموچاچن اندي ودو اندنا درغلاچو يهنن مدرج قالبن بزو منطراو نغر الله بزو ما لا يعني نطرالن مطفو مطفو نغر انودم اني يطلانون نغر دمو مسلم وندموچاچن ديطالو لنسو يهنن نغر مدرجنا والو نبياچنا عليه الصلاه والسلام سلازي بيلام حديث لا انس بن مالك باورد حديث لا منالو سيناغرو ثلاث من كنا فيهن وجد بهن حلاوه الايمان ثلاث نغروتين ياغني سو قالو النبي صلى الله عليه وسلم يا ايمان طفتنا ناغينتو علالو يا ايمان طفتنا ناغينتو علالو من كان الله ورسوله احب اليه مما سوا اللهنا نبيون سيود سو يو كماننيون بلا اسبلطو اللهنا نبيون ليوداتشو نوالو يهن يادرغ سو يا إيمان حلاوة الإيمان يا إيمان طفتنا أغينتو علالو بهولتنياو دمو ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله سبحان الله عندن وندمك دمو بمتودو ساعات لا الله بله مودد نوالو لا تقم ساهون ايهي زرينو غوسايينو بيتسابينو زمدينو ساهون مسلمنا وندما ماچنت لا إله إلا الله محمد رسول الله بلوال لله تعالى بله وددو ይህንን በመንፈጥረበት ሰዓት ሐቂቃ የኢማንን ጥፍጥና አግኝተናል ማለት ነው ሌላው ደግሞ ومن يكره ان يعود في الكفر بعد اذا انقذه الله منه كما يكره ان يقذف في النار سو يو لطلانو كفرنان بالله መንገድ መሳትን بالله መጥመን ሊካድ ነው ልክ አንድ ሰው አላህ ወደ ቀናቻ መንገድ ከመለሶ በኋላ ተመልሶ ይሄ ሰውዬ ወደ እሳት መወርወር እንደሚጠለውላ ክፍርናን እንደዛ ሊጠላው ነው አሉ። እነዚህ ሶስት ነገሮችን ያገኘ ሰው ሐቂቃ የኢማንን ጥፍጥና ሐላወተል ኢማንን አግኝቷል አሉ ወንድሞቼ።